وهذا واحد البدوي عنده حمار كيركب عليه في المناسبات، وكيعطيه أفضل علاف من شاعير وبرسيم. وكان عند البدوي تورقاوي النهار كله وهو في الحقول يجر عربة أكوام التبن والقش وأكياس القمح وجر المحرات إلى آخره. فكان الثور يعود مساء منهك القوى من جراء الأعمال الشاقة وقلة الراحة. وفي يوم من الأيام اشتكى الثور لصديقه الحمار قساوة العمل في الحقل وسوء المعاملة من صاحبه المزارع، فما كان من الحمار إلا أن أجابه قائلا: أنصحك يا صديقي الثور أن تتظاهر بالمرض ولا تأكل كثيرا، وإذا أمرك الفلاح بالقيام للعمل فقم ثم اسقط مرة أخرى على الأرض، ولو ضربك فاصبر فإنه سيدعك ترتاح ويعرف أنك فعلا مريض. وفي الغد جاء القروي صاحب الثور فوجده نائما والعلف أمامه كما هو، لم يأكل ولم يشرب. وعندما أمره بالقيام قام ثم سقط على الأرض. فقال الفلاح: لعل هذا الثور مريض، سأدعه يأخذ راحته وسأخذ الحمار مكانه ريثما تعود للثور قوته وعافيته. أخذ الفلاح الحمار إلى الحقل وأتعبه بكثرة الأشغال والأثقال، ومما زاد الطين بلة ركوب الصغار على ظهره وقت القيلولة واستهزائهم بأذنيه الطويلتين. وفي المساء عاد الحمار منهكا ليجد الثور أتى على علفه ومائه، مما زاد من حزن الحمار وندمه على النصيحة التي قدمها للثور. ومرت أيام والثور في راحة ورغد عيش، أما الحمار فقد خطر على بالي فكرة لعلها تخرجه من الورطة التي أوقع نفسه فيها. فعاد مساء حزينا مرتبكا تبدو عليه علامات القلق، فسأله الثور يا صديقي قال له الثور: صديقي حمار، اليوم تبدو أكثر حزنا وهما وغما، لعلهم أتعبوك، فاصبر يا أخي، فالصديق قبل الطريق، ورب أخ لم تلده أمك، فاصبر، فالصبر الصبر أخي. فأجابه الحمار: لا عليك من هذا الكلام، فأنا معتاد على الأعمال الشاقة وجسمي يتحمل أكثر، وما يهمني إلا راحتك. وما أقلقني يا صديقي هو أنني سمعت صاحبنا البدوي المزارع يتحدث مع جزار القرية بشأنك وبشأن ذبحك، إذا لم تعد إليك عافيتك وصحتك، وأنا مشفق عليك ولا أريد خسارتك. وهذا ما كان. فلما سمع الثور هذا الكلام قام على رجليه وأتى على علفه بالكامل، بل ولحس القش والتبن المتناطر على الأرض بلسانه. وفي الصباح وبمجرد دخول الفلاح إلى الزريبة وجد الثور قائما نشيطا متأهبا للخروج والعمل، فتم ذلك ونجحت خطة الحمار بفضل ذكائه.